نختم جولتنا مشاهدينا في وكالة أنباء الإمارات وام، حيث انطلقت أمس فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري ماركاد 2017. وللمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الدكتورة عليا الحسين، المدير العام للمعرض والمؤتمر. نصبح عليك بالخير. بداية صباح الخير، ونشكركم جزيل الشكر على استضافتكم لدى برنامجكم الموقر. العفو دكتورة، وهذا واجبنا. الله يخليك. أهمية هذا الحدث له أهمية كبيرة، كونه هو الحدث الأول على مستوى الشرق الأوسط ويتفرد أيضا على المستوى العالمي، لأنه يختص بالدراسات البحرية الأكاديمية ومراكز التدريب ومواكبة التقنيات والبرامج التدريبية الحديثة، ويهتم بالعنصر البشري بالذات. وحيث أن المعرض البحري والمؤتمر أصبح جعلنا منه منصة دائمة لتواصل أصحاب القرار وتطوير الأفكار الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الملاحي بكافة جوانبه البشرية والتقنية. جميل. من أجل تعزيز القطاع الملاحي العربي بالدرجة الأولى. نعم دكتورة، ماذا عن المشاركين في المؤتمر والجهات الدولية أيضا والمحلية والعربية اللي يمثلونها؟ يعني بشكل عام منهم حضور المؤتمر والمشاركين فيه؟ تماما، كان نجح المؤتمر حاليا في دورته الثالثه بجذب اكثر من 22 مؤسسه ملاحيه دوليه واكاديميه، حيث شاركوا معنا جهات محليه ووطنيه، الهيئه الاتحاديه للمواصلات البحريه والبريه والبحريه، موانئ ابو ظبي، موانئ دبي العالميه، هيئه الامارات للتصنيف، بالاضافه الى الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا للنقل البحري، موانئ السعوديه، بالاضافه لشركات تكنولوجيا مثل كونستر وبعض الاكاديميات والمراكز التدريبيه، اوستراليان كوليدج، اميكو فرام عمان اكاديمي، وعده شركات مهمه في القطاع البحري. نعم دكتوره، اعلنتم عن اطلاق جائزه الامارات للابتكار والابداع في القطاع البحري لعام 2018. برايك دكتوره، شو اهميه هذه الجائزه وكيف يتم التقدم لها؟ تمام، حقيقة بعد نقاشات طويلة ومع جهات وطنية أعلننا عن هذه الجائزة. تستحق دولة الإمارات هذه الجائزة، وباسمها كون دولة الإمارات أصبحت من الدول المتقدمة في القطاع البحري، ولها الحق أن تكون لها جائزة باسم دولة الإمارات. نعم. حقيقة نحن هاي الجائزة، دولة الإمارات متوجهة دائما إلى الابتكار والإبداع بكافة المجالات، ويحق للقطاع البحري أن يكون له جائزة في هذا المجال. سوف نعلن عن أعلننا حاليا عن هذه الجائزة، وسوف يكون لها عدة تصنيفات على جميع المستويات في القطاع البحري. نعم. وسيكون هناك لجنة تحكيم دولية محايدة لتشجيع كافة القطاعات البحرية على الإبداع والابتكار ولتنال هذه الجائزة. نعم. دكتورة، ماذا عن البنية التحتية والاستثمارية أيضا التي تمتلكها الإمارات حتى تكون مركزا دوليا للملاحة والاقتصاد البحري؟ تماما، حقيقة تمتلك دولة الإمارات بنية تحتية قوية، هي دولة تطل على بحرين، بحر العرب المقابل لأهم طرق الملاحة البحرية، وخليج العرب خزان الطاقة العالمي. كما أن الدولة تقدم مجموعة من موانئ من أفضل موانئ المنطقة، إن كان على صعيد الحجم أو عمق المرسى، ولديها أحواض جافة متطورة سجلت إنجازات غير مسبوقة في تصنيع السفن والمنصات البحرية المتطورة، التي تصدر إلى أقصى أرجاء المعمورة، وليس أقل من قطاع الموانئ والتصنيع. لدينا كمان قطاع اليخوت والقوارب، ونفخر أن العلامات التجارية الوطنية أصبحت تنافس على مستوى عالمي، ويسجل بعضها حضورا متميزا في أهم الفعاليات والمعارض الدولية. فالإمارات نحسن نقول أن الإمارات هي مركز حيويا لرجال الأعمال والمتخصصين في قطاع الملاحة. نعم، نحن في الختام نشكرك الدكتورة عليا الحسين، المدير العام للمعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري. كنت ويانا عبر الهاتف من دبي، شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لكم أكيد التوفيق والنجاح. شكرا لكم جزيلا على مواكبتكم لهذا الحدث. شكرا لك.